ميت وصار الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا هتتعدل يا حبيبي، احنا عايشين في دوله وفيها قانون وقطاع مصر. ابو اللي راح يكلمنا وكلم الصحفيين، كلم كل الصحافه اللي تبعنا، قول انا ابني بريء، ابني اصلا ما راحش اصلا قتلها ولا دخل البيت. لما كان في البيت اصلا بيقول معايا شهود، بيقول انا معايا شهود. فين الشهود دي؟ كان دخل يضربها مش يقتلها، يعني ابنك كان في البيت. طالع بقى ورب انا عايز اعرف عندي ثلاث ولاد شياطين، الناس دي المفروض يطلعوا من البلد. ازاي الاهالي والناس سايبين ناس زي كده؟ انا عايز اعرف، انا بقول على الملأ، انا عايز اعرف ازاي هم سايبين ناس زي كده في البلد. حتى اخواته برضو كده. ليه اخ لسه من اسبوع رايح لواحد جارنا وعايز يستلف منه فلوس، وجارنا ده اصلا ما يعرفهوش. انا عايز اعرف هو رايح، هو ماشي بقى بنهج اخوه، ماشي بنهج اخوه، بياخد برضه كرده وبيستلف من الناس. انا عايز اعرف انتوا سايبينهم ليه؟ ازاي سايبين اهله؟ ازاي سايبين اهله في البلد؟ اهله دول ناس مش كويسين، وكل الناس تشهد ان هم كده. انا عايز اعرف ازاي سايبينهم؟ ازاي سايبين مجرمين معانا في البلد وفي الشارع؟ ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. عشان يعرف ان اللي عمله في امي ده هيتحاسب عليه، هو كان مفكر ان هو هيقتل امي مش هيدوا له جزائه. لا هتتعدل يا حبيبي، احنا عايشين في دوله وفيها قانون وقطاع مصر جنب حاجه. ابوه اللي راح يكلمنا وكلم الصحفيين، كلم كل الصحافه اللي تبعنا، قول انا ابني بريء، ابني اصلا ما راحش اصلا قتلها ولا دخل البيت. يا ابنك كان في البيت والمحل ولا معايا شهود، قول انا مرتاحه وقاعد في اللي فعله، قول كان داخل يضربها. يعني ابنك كان في البيت، اقتنع بقى ورب عيالك ورب نصيبك قبل ما تربوا عيالك. عنده ثلاث ولاد شياطين، يا ريت الناس دي المفروض يطلعوا من البلد. يا ريت يرجعوا عليهم. ازاي الاهالي والناس سايبين ابنهم؟ ابنهم الدار اللي فات، الجلسه اللي فاتت، انا بقول على الملا، انا بقول على الملا، اللي هو اخ اسمه عبد الله، بقول انا هاخد حق اخويا ازاي؟ انا بقولها بالملا، هتاخد حق اخوك؟ هيبقى مصر. كان اهلا وسهلا بحضراتكم من محافظه الاسماعيليه امام محكمه جنايات اخواننا الكبير. بنتابع تفاصيل مقتل قضيه سيده على يد ممرض. اليوم اسدلت محكمه جنايات اخواننا الكبير الستار على المحاكمه وقررت معاقبه المتهم بالاعدام خلقا بعد اخذ راي مفتي فضيله مفتي الجمهوريه. اهلا بيكي ساره ابنه الضحيه، اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ. كلمينا عن الحكم وردود افعال سعيده كانت النهارده من داخل المحكمه. انا طبعا كنت واثقه في القضاء المصري ان هو هيجيب لي حقي، والحمد لله قد كان. عشت شهور والله العظيم في ضغط نفسي رهيب، عشت شهور مستنيه اسمع كلمه اعدام وسمعتها النهارده. شكرا للقضاء المصري، شكرا لرجال الشرطه. يا رب انت اعملها يا رب. نفسي يعرفوا ويصدقوا ان ابنهم هو اللي قتل ماما، نفسي يصدقوا ويعترفوا. كل الناس اعترفت، حتى هو نفسه اعترف ومثل الجريمه، وبرده مش معترفين. حتى حكم الاعدام جه الحمد لله، اللهم لك الحمد، حق ماما رجع. وبرده هيفضلوا هم برده هيفضلوا برده يتكلموا ويقولوا ان ابنهم بريء، بس ابنهم هو اللي قتل ماما، وهنفضل ورا الحق. والحمد لله يا رب، الحمد لله ان ربنا اخذ مننا حقهم. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم كلهم يا رب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله يا رب. مبسوطه وشايفينك ان انت بتحمدي ربنا على الحكم بعد ما صدر؟ الحمد لله، الحمد لله ان حق ماما رجع، الحمد لله. واحنا طبعا مبسوطين والحمد لله، وانتوا كمان وقفتوا معانا كتير والله، والناس كلها تعبت معانا. الحمد لله يا رب، الحمد لله. تسع شهور من متابعه القضيه وانتظار الحكم، تسع شهور قله ادب واهانه منهم، تهديدات. بابا بيبعت لنا تهديدات، واخواته بعت لنا تهديدات، وبيشوفوا اخواتي وبيكلموهم بكل بجاحه، بقول لهم اخونا طالع، اخونا ما عملش حاجه، اخونا ما قتلش. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كنتوا طبعا واثقين من وطرونا وبيلعبوا على اعصابنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ابوهم لعند الاسبوع اللي فات، لعند يوم الحد اللي فات، وابوه يبعت للناس هنا ويبعت للصحافه ويبعت لهم. هو هيطلع دلوقتي، عايزين زغرت، هو طالع دلوقتي، العربيه طالعه دلوقتي، عايزين زغرت. هيطلع من هنا، هيطلع من هنا، هيطلع من هنا. اقف هنا بس، اقف هنا، ده من هنا يا بنت الناس عشان يسمع بس. اقف هنا. كانت فتره صعبه عليكم، انت ولدتي بسبب الجريمه. انا تعبت، انا اكتر واحده فيهم تعبت. الحمد لله، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. أنا سارة، تقول إيه النهاردة؟ تقول إيه النهاردة؟ ربنا موجود، جاب له حقه، جاب حقه وزيادة عشان دولية، عشان دولية. طبعا. شاكر، كلمني يا حاج، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. النهاردة أنا عايزين نصوره وهو طالع. حكم عايزين نصوره وهو طالع.
حكم رادع من محكمة جنايات الحمد لله كبير. الحمد لله الحمد لله. تقول ايه النهاردة؟ بقول الحمد لله إلى ربنا نصرنا وربنا نصر الحق وربنا جاب حق المظلوم، وشكرا لرجال القضاء، شكرا لرجال القضاء، شكرا لرجال القضاء، شكرا لرجال الأمن، شكرا لكل من هو ساهم في اكتشاف هذه الجريمة، شكرا لكل من هو سارع في كشف غموض هذه الجريمة، وشكرا للناس كل اللي هو شارك وجري وتعب حتى جاب الحقيقة، وحتى أجل صدورنا الحمد لله. واحنا مبسوطين والله، احنا مبسوطين. هي ماتت احتسبناها عند الله من الشهداء، وهي ماتت وقت صلاة الجمعة وهي شهيدة، ونحتسبها عند الله من الشهداء. اللهم اجعلها من الشهداء يا رب العالمين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع عليهم لهم راية ولا تحقق لهم غاية. الناس الظلمة، اللي كانوا بيمشوا وياه وينصروه ويقولوا ابننا بريء، اللهم لا اللهم اخزلهم، يا رب. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، يا رب. والحمد لله ربنا نصرنا عليهم، وحق الشهيدة إيجا، النهاردة، لهذا الحكم. أجل صدورنا، وأجل صدور أولادي، وأجل صدور العالم كله. ليه؟ إنسانة بريئة، عايشة في عزلة، دخل عليها هذا الشيطان، مش ممرض، الممرض ملائكة الرحمة، هذا هو شيطان، دخل عليها بمفردها في عزلتها، طعن بالسكينة، خبط راسه في الحيطة، طعن بالسكينة مرة تانية، 8 طعنات، مفتاح الأنبوب على قاع الجمجمة، بأنبوبة الغاز، على رأسها بأنبوبة الغاز، فين؟ الرحمة؟ فين الدين؟ هل هذا دوت حلال ولا حرام؟ ده دوت لو انا مكاني، القاضي اولى فيه، اقطع فيه كل يوم كيلو. ليه؟ يقام علي حق الحرابه، لانه مش رحمها، في موتها، مش رحمها وهي بتموت. لا، مثل بجسدها، ساعه صلاه الجمعه، وقت صلاه الجمعه، وقام بسحلها، وعراها، هذا هو الشيطان، يعني أسرة المجني عليها، يعني أثناء مرور المتهم كده والزغاريت والفرحة. الحمد لله، عشان يعرف إن اللي عمله في أمي ده هيتحاسب عليه، هو كان مفكر إن هو هيقتل أمي مش هيدينه جزائه. لا، هتتعدل يا حبيبي، احنا عايشين في دولة وفيها قانون وقضاء مصر جمهورية. أبوه كل راح يكلمنا وكلم الصحفيين، كلم كل الصحافة اللي تبعنا، وقول أنا ابني بريء، ابني أصلاً ما راحش أصلاً قتلها ولا دخل البيت. يا ابنك كان في البيت والمحامي ولا عايش في البيت، قول أنا هتلاقيه وقايم في دفع عنه، قول لك كان داخل يضربها. يعني ابنك كان في البيت، اقترح بقى وربوا عيالك وربوا الثقة قبل ما تربوا عيالك. عنده 3 ولاد شياطين، يا ريت الناس دي المفروض يطلعوا من البلد، يا ريت يرجعوا عليهم. ازاي الاهالي والناس سايبين ابنهم؟ ابنهم الدار اللي فات، الجلسة اللي فاتت، أنا بقولها على الملا، الأخ اسمه عبد الله، بقول أنا هاخد حق أخويا ازاي؟ أنا بقولها بالملا، هتاخد حق أخوك؟ هيبقى مصيرك مصير أخوك، والشاطر فيهم يهاوب ناحية عين من عيال، ويبقى حقه، مصيره هيبقى زي مين؟ هيبقى زي أخوه إن شاء الله. وخلي واحد منهم يقرب ناحية عيال، بيتي، قسما برب العزة، في قانون مش هسيبه إلا بالقانون. وعلاوة على ذلك في حاجة اسمها الدعوة المدنية، أنا لن أكتفي بالإعدام، في دعوة مدنية سوف أقوم بخراب بيته، وعز جلال الله لا أخرب بيته بالدعوة المدنية، وهلا حكم بالدعوة المدنية. أنا وراهم الزمن طويل، والله ما أسيبه، بس بالقانون بالأصول، مش بالمنطقة، مش بفردة الإدراع، ولا أمسك شومة ولا أمسك سكينة، لا، بالورقة والقلم، هجيب حقي.
واجيب حق عيالي واجيب حق مرتي، بس بالاصول والقانون ان شاء الله. ده القصاص اللي انت انتظرته؟ هو ده اللي منتظر قصاص. انا منتظر القصاص. هو خرب بيتي، هلاحقهم بالدعوه المدنيه. لسه هلاحقهم بالدعوه المدنيه. لسه في دعوه مدنيه هلاحقهم بيها. انا لن اكتفي، لن اكتفي بالاعدام، انما ولكن سوف اقوم برفع الدعوه المدنيه، وهاخذ الحق المدني. لو خدته وطشيته في البحر، لو خدته وطشيته في الطريق، لو خدته وولعت فيه، مش هسيب الحق المدني، مش هسيب الحق المدني. واللي هم عايزين يعملوه، انا برضه انا سداد. اخوهم الجلسه اللي فاتت بيقول انا كفيل اخد طار اخويا. طب وريني هتاخد طار اخوك ازاي؟ مفيش اعتراف بالجريمه يعني؟ مش معترف. ده امه واهله بيقولوا جوزها وابنها اللي قتلها. يعني ايه؟ اتهموكم بالجريمه؟ اتهمونا ان احنا اللي قاتلينها. يعني الورق راح للمفتي وهم ما زالوا مصرين ان احنا اللي قاتلين. طب النهارده حكم الاعدام، النهارده تم اللطف بحكم الاعدام، هتقولي برضو احنا اللي قاتلينها؟ هتقولي احنا اللي قاتلينها؟ هتقولي عيالي اللي قاتلينها؟ طب ايه رايكم بقى؟ النهارده حكم الاعدام ان شاء الله النهارده تنفذ اهو. بس لسه ان شاء الله في حاجه اسمها الدعوه المدنيه. الدعوه المدنيه هلاحقوا بيها. هخرب بيتكم زي ما خربتوا بيتي. ان شاء الله هخرب بيتكم زي ما انتم خربتوا بيتي. شوفوا دي حاجه، والبقاء لله. الله البقاء. القصاص العادل النهارده باصدار حكم الاعدام. الحمد لله. حق المتهم. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان. والنهارده تابعنا معاكم. حسبي الله. حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ما يسيبش الحق. طبعا طبعا. وليا ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. شكرا لكم مشاهدينا في كل مكان. لا هتتعدم يا حبيبي، احنا عايشين في دوله فيها قانون وقطاع مصر. ابو اللي راح يكلمنا وكلم الصحفيين، كلم كل الصحافه اللي تبعنا، قول انا ابني بريء، ابني اصلا ما راحش اصلا قتلها ولا دخل البيت. لما كان في البيت اصلا بيقول معايا شهود، بيقول انا معايا شهود. فين الشهود دي؟ كان دخل يضربها مش يقتلها، يعني ابنك كان في البيت. اطلع بقى ورب. انا عايز اعرف، عندي ثلاث ولاد شياطين، الناس دي المفروض يطلعوا من البلد. ازاي ازاي الاهالي والناس سايبين ناس زي كده؟ انا عايز اعرف. انا بقول على الملا، انا عايز اعرف ازاي هم سايبين ناس زي كده في البلد. حتى اخواته برضو كده. ليه اخ لسه من اسبوع رايح لواحد جارنا وعايز يستلف منه فلوس، وجارنا ده اصلا ما يعرفهوش. انا عايز اعرف هو رايح، هو ماشي بقى بنهج اخوه، ماشي بنهج اخوه وبياخد برضه كرده وبيستلف من الناس. انا عايز اعرف انتوا سايبينهم ليه؟ ازاي؟ ازاي سايبين اهله؟ ازاي سايبين اهله في البلد؟ اهله دول ناس مش كويسين، وكل الناس تشهد ان هم كده. انا عايز اعرف ازاي سايبينهم؟ ازاي سايبين مجرمين معانا في البلد وفي الشارع؟ ازاي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.